السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار ورحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. أنا بعرف أنه عنوان الفيديو غريب، بس فعليا هاي هي اللحظة اللي كنت أفكر فيها كثير وخايف منها، وإنها تصير وشكلها راح تصير، وأنا صار لازم فعلا أحكي لكم. السلام عليكم، إلى اللقاء. بس قبل ما أحكي لكم وين أنا رايح وشو اللي بدي أروح منه أصلا، في كبسة حمراء هون اسمها سبسكرايب. ياريت 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 تضغط على سبسكرايب عشان يعني يزيدوا عدد المشتركين. وفي كبسة تانية اللي هي الجرس، اضغط عليها لحتى يصلك تنبيه اني حضرتي رفعت فيديو وانت راح تحضره. وهلا بدنا نبلش الفيديو. مبدئيا خلونا نبعد عن الدراما ونحكي بطريقة جدية، نحكي جد بدون مزاح. ايش الموضوع؟ الموضوع مش اني بدي اسكر القناة واروح، لا لا لا، الموضوع هو التعليقات. نعم انا عارف ان الموضوع يمكن مش مهم بالنسبه لكم وموضوع مش عظيم، بس هذا الموضوع بلش يكبر ويزيد. الحمد لله رب العالمين القناه بتكبر، والحمد لله رب العالمين الناس بتفاعلوا اكثر واكثر والتعليقات بتزيد. وانا اول ما بلشت القناه لليوم وانا بحاول قدر استطاعتي اجاوب على كل التعليقات، وكنت استمتع بهذا الموضوع. ولكن للامانه الامور عماله تتغير، في اشياء رأيت تتغير، بلش يتطلب مني بدل ساعتين وثلاث للتعليقات وقت اكبر. شوفوا كيف بصير معي بالضبط. اكزاكتلي لما انزل فيديو، كل يوم تقريبا بنزل فيديو، لما بنزل فيديو بيجيني على هذا الفيديو خلال الساعتين ثلاثه تقريبا 100 تعليق، بدي ارد على هذول ال 100 تعليق. بس الموضوع ما موقف هون، بيجيني ايضا على كل الفيديوهات اللي انا منزلهم اصلا سابقا مئات التعليقات، مش 100، مئات التعليقات على فيديوهات سابقه. كل واحد اللي بيشكر مثلا الله يجزيهم خير، اللي عنده سؤال، اللي عنده انتقاد ايجابي، اللي عنده انتقاد سلبي، المهم يعني متنوع التعليقات. في بعض التعليقات فيها سؤال بضطر اعمل ريسيرش، بحث عن هذا السؤال لحتى اقدر اجاوبه، حتى بياخذ مني مرات اكثر من ربع ساعه ثلث ساعه وانا ادور بالانترنت عن جواب هذا السؤال. هذا اليوتيوب. هسه بدنا ننتقل على الفيسبوك. الفيسبوك عندي صفحه وانا بنزل هناك برضو الفيديوهات وبنزل مواضيع، بيجيني تعليقات على البوست اللي بنزله بدي اجاوب عليها. غير هيك بيجيني رسائل خاصة على صفحتي على الفيسبوك، وهذا اشي طيب، بس بصراحة بلشت تزيد. والرسائل الخاصة ما بتكون مرحبا كيف حالك، بيكون اسئلة واسئلة واسئلة، بياخذ وقت طويل جدا. هذا الفيسبوك. نيجي هسا لتويتر. تويتر انا ما عندي نشاط كبير هناك، ولكن بيجيني عليه رسائل خاصة وبيجيني عليه تعليقات. انستغرام. انستغرام بيجيني عليه رسائل خاصة وبيجيني عليه تعليقات في موضوع القناة، كله في موضوع القناة تقريبا. فبصراحة صفة عندي يوميا يوميا مش اقل من 600 الى 700 تعليق انا بجاوب عليهم يوميا. انتوا حتفكروا الموضوع يعني عادي، يعني شو يعني اجاوب على التعليق وساعد الناس؟ بالعكس، انا بس بستمتع جدا باني ارد على التعليقات، ولكن للاسف بلش ياخذ مني وقتك اكبر من يعني من قدرتي، بطلت اقدر الحق، يعني مرتي بطلت تلاقي وقت مثلا نحكي مع بعض. ليش؟ انا قاعد برد على التعليقات، الصبح برد على التعليقات، بعد صلاه الفجر على التعليقات، في الشغل بالبريك برد على التعليقات، وشو بسوي الزار؟ بكون مثلا رحت ضيف عند حدا، ماسك الموبايل برد على التعليقات، بالضبط هيك وضعي. فانا مش اني بحبش الموضوع، ولكن الموضوع بلش يستنزفني. الموضوع مش تكبر ولا غرور ولا اي شيء، ولا حتى اني بدي اترككم وخلص يعني الله السلام عليكم. بالعكس، انا كثير هذا الموضوع حبيته، بس بطلت اقدر، يعني فعليا بطلت اقدر الحق، يعني مش عارف كيف بدي اوصل لكم اياها بابسط طريقه. انا فعليا بطلت اقدر الحق ارد على التعليقات، يا برد على التعليقات يا اما بطول المحتوى، المفروض انه هيك الموضوع يصير. فلذلك انا بدي اخفف شوي شوي التعليقات، سامحوني، ارجوكم تسامحوني، ما تزعلوا مني. مش معناها اني بترككم ابدا، انتوا والله الله بيعلم يعني كم بحبكم، كم بحب اتواصل معكم، وانتوا بتعرفوا هذا الشغل، اللي الناس اللي تعاملوا معي بيعرفوا هذا الموضوع. انا حتى صار يجيني على الواتساب رسائل، تليفونات تجيني، الو يعطيك العافيه اخ سيزار، انا بتابعك على اليوتيوب وبدي تفيدني بموضوع كذا، استشيرك بموضوع كذا. انا ما عندي مشكله، بس فعليا جمعوهم كلهم مع بعض حتشوفوا اني فعليا زي كني فاتح مكتب بس سوشيال للسوشيال ميديا، بحاول ارد على الجميع. بعض الناس بيحكي لي اوعى تتغير لما تكبر القناه وتصير متكبر وتبطل ترد على التعليقات، كثير غيرك يوتيوبرز نجحوا وتركونا. للامانه مش دفاعا عنهم، ما بيقدروا يا جماعه الخير، ما في مجال انك ترد. انت تخيل حالك انت في البيت لحالك، ما عندك قناه ولا عندك اي شيء، عندك واتساب جروب، تركت الصبح ورجعت بالليل على البيت، فتحت الموبايل تبعك، فتحت الواتساب، لقيت عندك 700 مسج، بالامانه بتقدر ترد عليهم انت لحالك؟ ما بتقدر. وهدول مش كيف حالك شو اخبارك مسجات، لا لا لا، هدول اسئله، في اسئله، في انتقادات، في حكي، يعني في نقاش في الموضوع،
تأخذ وتعطي يعني مرات يعني على الفيسبوك بينفتح نقاش عادي بكل بساطة. فالموضوع بصراحة بطل سهل علي. ما بحكي لكم بدي أقطع الموضوع، بدي أحاول قدر استطاعتي، ولكن إذا ما رديت على تعليقات ناس ما يزعلوا. اللي حشوف في عنده تعليق مثلا سؤال مهم رح أحاول أجاوب عليه، اللي ما بجاوب عليه يتحملني ويسامحني، بس أنا يعني إن شاء الله بقرأهم كلهم. بس إذا ما جاوبت ما تزعلوا مني، لأنه بصراحة بطلت أقدر يعني أوجد وقت للتعليقات. وأتمنى أن يكون هذا الموضوع صار واضح وصريح ومفهوم وما في إن شاء الله زعل. إن شاء الله بحاول أركز بسمع تعليقاتكم وانتقاداتكم، بحاول كلها يعني أحسنها. ما بقدر أسوي كل شيء حاليا، عشان أكون صادق تماما معكم، ما رح يتحسن محتواي ولا يتحسن أدائي إلا إذا تفرغت تماما لقناة اليوتيوب. وهذا الحكي ما بعرف والله متى، ولكن بما أني لساتني بطلع كل يوم على الشغل 12 ساعة ل 13 ساعة في الشغل، اعرف أني ما رح أقدر أعطي كل طاقتي لليوتيوب، لأنه معظم طاقتي راحت للشغل. فلذلك إن شاء الله الله يفتح علي وتصير القناة مصدر للدخل، وأتفرغ تماما للقناة عشان أعطي كل إشي عندي. بحس أنه عندي أشياء كثير مش قادر أعطيها، مش قادر أعطيكم فيديو تصوير كواليتي أو جودة عالية، مش قادر أعطيكم مونتاج. كثير منكم بطلب مني مونتاج مرتب، مش قادر، لازم أتعلم مونتاج، ما عندي وقت أتعلم. يعني مش قادر أعطيكم الإشي اللي أنا حاب أسوي، مش قادر أكون على طبيعتي أمزح وأضحك معكم. يعني ما في، ليش بكون مرهق؟ أنا هلا يعني أنا اليوم مروح من الشغل وعندي تصوير 5 فيديوهات مثلا، أنا مروح قبل شوي من الشغل يعني فعليا، ففعليا جسدي مرهق. ولكن أنا مش بدي يعني أغم عليكم، أنا بحاول بس بصارحكم لحتى أكون صريح، وتعودت أنتوا على الصراحة معي. هذا هو وضعي حاليا، ما تزعلوا إذا ما رديت على تعليقاتكم، وإن شاء الله بحاول أرد، مش معناه إني ما رح أرد، رح أحاول أرد، ولكن لا تزعلوا مني. يعطيكم ألف عافية، سلام عليكم.